ونرحب بكم جميعا وبكل من حضر، وتعالوا بنا نبدأ حفلنا المبارك. أيها الإخوة المسلمون، غير مفتتح لهذه الليلة القرآن الكريم مع علم من أعلام دولة التلاوة. إذا سمعتموه قلتم يخشى الله، مع فضيلة الأستاذ الشيخ الذي شرف الجيزة وشرف منشأة القناطر وشرف جزاية، فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الناصر حرك، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لنا بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام. الله الله، ايه الجمال ده سيدي. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملت
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الله يزيدك يا مولانا. تعالى اكثر. فأجاء فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة Oh!
قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي فكلي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم فأتت بي قوما تحمله فأتت به قوما فأتت به قوما تحمله عليك يا مولانا.
فأتت به قومها تحمله. يا أخت هارون. مدد الله أكبر. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء عارف انت هتخلص والله ما هنلاقوا حاجه. والله يا مولانا دي شنو دي حاجه ده هو اللي بتاع ساعه. انت عليك يا مولانا والله. الله يبارك لك. فأشارت إليه والزكاة ما دمت حيا. فأشارت إليه
ذلك
ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله أكبر. تعليق يا دكتور. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله أكبر الله أكبر بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر